تخيل أنك تستيقظ فجأة لتجد نفسك محبوسا في غرفة مظلمة، مصدر الضوء الوحيد شمعة واحدة، وترى بابين أمامك. خلف أحدهما يوجد نفق سيقودك إلى الخارج والحرية، ووراء الباب الآخر لا يوجد سوى جدار طوب بارد. لديك مفتاح سيفتح أحد البابين فقط، ولا يمكنك تجربته سوى مرة واحدة فقط. الآن كيف ستعرف أي باب يجب عليك فتحه؟ ضع الشمعة عند كل فتحة مفتاح، سيتحرك لهبها ناحية الباب الذي يقود إلى الخارج. تمكنت من الهرب واستعدت حريتك، لكن يجب عليك إرسال مستندات مهمة إلى صديقتك سميرة. لا يمكنك إرسالها بالبريد في صندوق عادي، لأن المستندات الثمينة ستتعرض للسرقة. تقرر وضع الأوراق في صندوق مع قفل، لكن مفتاح هذا القفل ليس بحوزة سميرة. كيف يمكنك إرسال المستندات إن لم تستطع إرسال مفتاح القفل بشكل منفصل؟ أولاً أرسل الصندوق المقفل إلى سميرة، سترفق سميرة قفلها وترسل الصندوق إليك. أزل قفلك وأرسل الصندوق لها ثانية، ستتمكن سميرة من إزالة قفلها وستفتح الصندوق أخيراً. خبر سيء، في الصباح تلقيت مكالمة من سميرة، أخبرتك أن المستندات المهمة قد سرقت من مكتبها. تركتها على مكتبها في الليلة الماضية، لكن لم تعثر عليها هذا الصباح. تذهب فورا إلى مكتبها لاستجواب الموظفين. في وقت قصير تجمع ثلاثة مشتبه بهم. قال شهاب إنه كان في السينما الليلة الماضية، وادعى مايكل أنه اصطحب خطيبته إلى مدينة الملاهي، أما كاملة فقد زارت معرضا فنيا مرموقا. من الكاذب؟ شهاب، فتذكرة فيلمه غير مقطوعة. هرب شهاب بعدما كشفته، ركب سيارته وفر بها. تبحث الشرطة عنه ويرى شهاب سيارة شرطة أمامه مباشرة، لكنه يبدأ في القيادة ناحيتها. لماذا فعل ذلك؟ كان على جسر، لذا اضطر للسير ناحية سيارة الشرطة للوصول إلى الجانب الآخر والهرب. لم يحالف شهابا الحظ، يقبض عليه ويرسل للسجن، وهناك يسمع شائعات عن سجين يخطط للهرب. لدى الحراس مشتبهان بهما، الأول مثقف عاشق للكتب هادئ يقضي معظم وقته في قراءة روايات الخيال العلمي، الثاني شاب ضخم قوي البنية يتمرن دائما. من منهما يجب على شهاب مصاحبته للهرب معه من السجن؟ المثقف، انظر جيدا وسترى أن فاصل كتابه مبرد في الواقع. في مساء يوم جمعة يكتشف صاحب المعرض الفني المرموق الذي زارته كاملة أن أربعة من أشهر لوحات بورتري ذاتي لفنانين قد سرقت خلال أحد المعارض. تحضر الشرطة لإجراء تحقيق، ولديهم الآن ثلاثة مشتبه بهم. قالت الفنانة سارة إنها اختفت في أحد الاستوديوهات للرسم، وشرح حارس الأمن جمال أنه كان واقفا في الخارج ولم يعلم باختفاء لوحات البورتري الذاتي، وذكر داغر متعهد الحفلة أنه كان في متجر قريب لشراء مناديل إضافية عندما وقعت السرقة. إذن من اللص؟ إنه حارس الأمن. كيف عرف أن لوحات المسروقة بورتريها ذاتية إن كان يقف في الخارج؟ من المفارقات أن حادثة أخرى وقعت في تلك الليلة. مايكل الذي يمقت فن العصر الحديث اندفع إلى المعرض وتسبب في أضرار بملايين الدولارات للوحات ثمينة، ومع ذلك شكره صاحب المعرض على تصرفه. كيف يعقل ذلك؟
مايكل رجل إطفاء ودمر الماء من خرطومه عدة تحف فنية، لكنه تمكن من إخماد الحريق وإنقاذ العديد من الأعمال الفنية. قدم تشيك بمبلغ كبير لمايكل تقديرا لعمله البطولي. توجه إلى المنزل لتجهيز أطفاله الخمسة لرحلة تخييم في العطلة الأسبوعية. تطلع مايكل وزوجته لقضاء العطلة الأسبوعية لوحدهما للاسترخاء، لكن عندما استيقظا يوم السبت اكتشفا أن تشيك مفقود من الخزنة. وحالما وصل ضباط الشرطة استجوبوا ثلاثة أشخاص كانوا في المنزل ذلك الصباح. قال الطباخ إنه كان في المطبخ يحضر وجبات الغداء المدرسية، وذكر عامل النظافة إنه أنهى التنظيف بسرعة في ذلك اليوم وغادر مبكرا. عاد السائق للتو بعد اصطحاب الأطفال إلى المخيم الذي يبعد ثلاث ساعات عن المنزل. من الكاذب؟ الطباخ. إنه يوم السبت، أي يوم عطلة مدرسية، وقد ذهب الأطفال للتخييم. في هذه الأثناء على الجانب الآخر من المدينة يعمل عالم على تجربة غريبة. استدعى محروس وبسمة ليكونا فأري تجارب للمصل الجديد الذي اخترعه. أعطى كل واحد منهما كوب عصير ليمون مثلج. شرب محروس عصيره بسرعة، لكن ترددت بسمة وانتظرت لترى الآثار الجانبية على محروس أولاً. بعد مرور ساعتين لم يحدث أي شيء، لذا شربت كأسها، وبعد دقيقتين تحولت بشرتها إلى اللون الأخضر. إن كان كلا المشروبين يحتوي على المصل، فلماذا تأثرت بسمة فقط؟ كان المصل في الثلج، لكن لم يصل إلى عصير الليمون لأن محروس شربه بسرعة. هربت بسمة من المختبر والرعب يتملكها. ركبت سيارتها وقادتها مسرعة، وأثناء قيادتها في طريق طويل خال فرغ الهواء من أحد الإطارات. لكن تكمن المشكلة في عدم وجود صواميل لتركيب الإطار. ما الذي يجب على بسمة فعله؟ فك صامولة واحدة من كل من الإطارات الثلاث الأخرى واستخدامها لتركيب الإطار الاحتياطي. سيكفيها ذلك للوصول إلى أقرب ورشة سيارات. أثناء تركيب الإطار الاحتياطي أتى العالم إلى بسمة، أعطاها أربعة أقراص وأخبرها أنها علاج مركب لمصل الوجه الأخضر. يحتوي قرصان على ترياق والقرصان الآخران على محفز ينشط الترياق. يجب أن تأخذ بسمة قرصا واحدا من كل نوع معا. إن تناولت قرصين من الشيء نفسه فسيظل وجهها أخضر اللون إلى الأبد. وعندما مد العالم يده لتسليمها الدواء تعثر وسقط واختلطت الأقراص. الأقراص متطابقة الشكل. ما الذي يجب على بسمة فعله؟ طحن كل الأقراص ثم خلط المسحوق كله وتقسيمه إلى جزئين. سيحتوي كل نصف على الكمية نفسها من المحفز والترياق. نجحت الحيلة الحمد لله. في اليوم التالي كان عند بسمة امتحان رياضيات، لكن الغريب أن كل الطلاب في الصف رفضوا حل الاختبار. يمكن للأستاذة ميسون طرد طالب واحد فقط لعدم حل الاختبار. كل الطلاب يعرفون أسماء بعض، وإن علم الطالب أنه سيطرد فإنه سيوافق على حل الاختبار. كيف يمكن للأستاذة إجبار كل الطلاب على أخذ الاختبار؟ يجب أن تخبرهم أنها ستطرد صاحب أول اسم في الترتيب الأبجدي. لن يرفض هذا الطالب حل الاختبار، ولن يرفض الطالب التالي في القائمة، وهكذا حتى نهاية القائمة. في اليوم التالي تحدث مشكلة أخرى في الصف. تمسك الأستاذة ميسون كوب قهوتها، تحتسي رشفة منه، ثم تمد يدها لوضعه على الطاولة. ماذا؟ إنه عالق في يدها. وضع أحد الطلاب غراء على الكوب ولديها ثلاثة مشتبه بهم. انظر جيدا لتكتشف الطالب الذي دبر هذا المقلب في الأستاذة. من المؤكد أن الشعور بالذنب يكسو وجه الطالبة الأولى، وابتسامة الطالب الثاني تعبر عن فخر بإنجاز. لكن انظر جيدا إلى جيب الطالب الثالث. نعم، إنه طرف عبوة غراء. تضايقت الأستاذة ميسون من تصرفات طلابها،
لذا قررت تغيير وظيفتها. يبدو أنها بالغت في ردة فعلها، فتحت مصنع أحذية وحقق مكاسب كثيرة، لدرجة أنها بنت مصنعا آخر في مدينة أخرى. لكن لم تنتهي مشاكل المرأة رغم نجاح تجارتها. كان الموظفون يسرقون باستمرار أحذية من المصنعين. ما الذي يمكنها فعله لحل المشكلة؟ يجب أن يبدأ أحد المصنعين في صنع أحذية يسرى فقط، والآخر في صنع أحذية يمنى فقط. يقود أحد سارقي الأحذية شاحنة مليئة بالأحذية لبيعها وتحقيق مكسب. وصل إلى نفق، لكن هناك مشكلة كبيرة. شاحنته أطول من النفق ببوصة واحدة فقط، لكن لا يزال بإمكانه القيادة عبر النفق. كيف؟ يجب أن يفرغ الإطارات من بعض الهواء، سيؤدي ذلك إلى جعل الشاحنة أقصر قليلا. بعد عبور النفق وصل الرجل إلى مفترق طرق، أحدهما يذهب إلى المدينة والآخر إلى غابة شاسعة. هناك دليل يقف عند كل مفترق. تكمن المشكلة في أن أحدهما يقول الحقيقة دائما والآخر يكذب دائما، ولا يعرف السائق من منهما الكاذب، ويسمح له بطرح سؤال واحد فقط. ما السؤال الذي يجب عليه طرحه لمعرفة الطريق المؤدي إلى المدينة؟ يجب أن يسأل أحدهما عن الطريق الذي سيقول الآخر إنه الطريق الصحيح، ثم يجب عليه اختيار العكس. يعرف الصادق أن الآخر سيكذب، لذا سيوجه السائق إلى طريق الغابة، وإن سأل الكاذب فسيعرف أن الدليل الآخر سيوجهه بصدق نحو المدينة، لذا سيوصي مرة أخرى بالطريق المؤدي للغابة. يقود سارق الأحذية شاحنته في الطريق المؤدي إلى المدينة، لكن يجب عليه حل لغز آخر قبل السماح له بدخولها. يطرح عليه حارس البوابة سؤالا بسيطا: ما المنطق وراء ترتيب الكلمات التالية؟ Fun, Blue, Be, More, Dive. كل كلمة لها وزن رقمها في القائمة: Fun 1, Blue 2, Be 3. وهلم جرى. يستقر سارق الأحذية أخيرا في هذه المدينة الجديدة، لكن لسوء حظه لا يمكنه إجراء المكالمات إلا عبر هاتف عمومي. في أحد الأيام تعطل الهاتف. أبلغ شركة الهاتف لكنهم لم يفعلوا أي شيء. حاول ثانية في اليوم التالي ولم تتغير النتيجة. في الثالث أجبرهم على القدوم لإصلاح الهاتف. ماذا قال لهم؟ زعم أن الناس يجرون مكالمات دون أن يدفعوا.